هي بالفعل قصة أسطورة، ولما بنقول إن هذه الأيام بعد غد يحل عيد ميلاد الكابتن محمود الخطيب، أسطورة كرة القدم المصرية ومبعث فخر كل المصريين والعرب والأفارقة مش بس الأهلاوية فقط. ما بنتكلمش على مجرد عيد ميلاد، وما بنتكلمش على فقط ذكرى لنجم كورة حتى وإن كان في قيمة أسطورة كبير في حجم وقيمة محمود الخطيب، لا، بنتكلم على القيمة، بنتكلم على القدوة. انت قلت كلمة منتج. بالظبط، المنتج ده، الإنسان ده نتاج موهبة وإدارة لهذه الموهبة وخلق وتربية غير مصطنعين، عايشين معاه لحد النهاردة، بيظهر معدنهم مع الاحتكاك والاختبار. عشان كده التحية واجبة لجمهور الأهلي اللي أحب القيمة في صورة محمود الخطيب.